الأخ زهراء تقول أريد دعاء لقضاء الحوائج المتعسرة. شوفوا أخواني، الدعاء لقضاء الحوائج المتعسرة أكو مجموعة أدعية في كتاب مفاتيح الجنان. من الأدعية المهمة هو دعاء يا من تحل به عقد المكاره، هذا دعاء مهم لدفع البلاء، دفع الأمراض، دفع النوائب والبلايا، ومجرب إنصافا دعاء مهم. وهناك بعض الأعمال أيضا مؤثرة جدا في قضاء الحوائج، منها الصدقة، الصدقة لصاحب الحاجة الحقيقية، ومنها أنا شخصيا مجربها، وركعتان أنويهما للسيدة الزهراء صلاة الله وسلامه عليه، أصلي ركعتين مثل صلاة الصبح نيابة أو ثوابها لروح سيدة الزهراء صلاة الله وسلامه عليه. بعد ما أخلص تسبيح الزهراء بعدين أروح أسجد سجود، وبيدي سبحة أيضا بالسجود 100 مرة، يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني. هذا شيء إنصافا رأيت منه العجاب في قضاء الحوائج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حاجة هذه الأخت الكريمة المتعسرة.